هاد العيطة هي من العلوان ديالها بين جمعة وثلاث، يعني تحيل يعني الحدث، يعني اشنو اللي وقع بين جمعة وثلاث، حبسات وريتات، وشنو هو اللي حبس شنو هو اللي ريتا. هاد العيطة اللي هي تعتبر يعني من اخر العيوط اللي داروا، من اخر العيوط اللي يعني تم يعني الانشاء ديالها او لا انشاء يعني الشجره ديالها والشغل ديالها والتركيبه ديالها. من اظن انه هاد العيطه هي دارت بين في اواخر الثلاثينات بدايه ديال الاربعينات، وذلك للنظر لوجود كلمات يعني بالفرنسيه كاينين في العيطه، بحال بين جمعة وثلاث، حبسات وريتات. كاين هنا الكلمه ديال اريتي، بحال مشيت انجاجي يعني انجاجي، مع وجود كلمات اخرى. وهاد العيطة على حسب يعني قراءة ديال النص اللي شنا انه هو كما هو المعتاد يعني في العيوط، انه هو كتداول بنصوص مختلفة. وهذا بالنسبة للباحث ولا بالنسبة للمتتبع ولا المهتم، هي ولات مسألة عادية، لانه كل شيخ كيغنيها على حساب الحفظ ديالو وعلى حساب من عاد من سمعها. انه كما قلنا هذا الشيء غير شفوي. هنا غادي نلقاو في هاد العيطه كتداول ثلاثه الروايات. عندك سيدي الروايه الاولى، وانه بين الجمعه والثلاث يعني في واحد الوقت من بعد انه كما يحكى انه كانوا منوعين يعني الاعراس يعني ويكونوا فيهم يعني شيوخ ديال العيطه، هذا حتى هو وارد. وكان تحبس يعني هاد العرس تحبسوا،
وهو كان يعني بحال نقولوا خاطب وموجد العرس وموجدين كل شيء، ولكن ملي كانوا جايين ما خلوهمش يعني حبسوهم. هنا كاين اللي كيقول لك ودي بنا وقعت كسيده يعني بين الجمعه والثلاث، ولكن ملي كنقولوا كسيده راه فيها كل شيء يعني كاين سبب، وكاين سبب من بينهم هادي ديال حبسوا يعني العراسات اللي فيهم الشيوخ، لأن هو هذاك الوقت يعني كما قلنا الشيوخ ديال العيطة كيدخلوا وكيرمزوا بكلام يعني ضد الاستعمار، وكيحرضوا على القتال ضد الاستعمار والمقاومة ضد الاستعمار. المسألة الثانية، الرواية الثانية، وهو كاين اللي كيرد هذيك بين الجمعة والثلاث إلى الأيام، يعني راه بين يوم الجمعة وبين يوم الثلاث، وكي يعزوا كلامهم بأنه يعززوا كلامهم يعني بأنه القايد عيسى بن عمر في العام ديال الرفشة في الانتفاضة ديال أولاد زيد، أنها كانت بدات يعني نهار الجمعة يعني قبل صلاة الجمعة اللي ما تصلاتش، وبقات دايما السبت والحد والاثنين، وديك الساعة يعني كانت قتلى وكانت جرحى واللي هرب هرب. هاد 3 أيام ولا 4 أيام اللي داز، نهار الثلاث يعني كان الوقت يعني هنات يعني حبسات وريتات يعني في إشارة إلى الانتفاضة ديال أولاد زيد. الرواية الثالثة كما أشار فنان وباحث في هذا المجال، من هو بين الجمعة والثلاث كاينة واحد الكلمة محذوفة وهي السكة، يعني بين الجمعة والثلاث السكة حبسات أوريتات، وهنا المصدر ديالو كيعزو بأنه في 1941 42 كان القوات الاستعمارية يعني كانت خدامة في السكك الحديدية بين الويجانتي وبين أسفي، الويجانتي اللي هو دابا اليوسفية، ونظرا لوجود يعني حتى هذيك السكة ما بقاش قاضية أنه غتجيب الفوسفات، حيت كاين حتى في سيدي مبارك كاين القبص وكاين بزاف كاين المعادن وكاين في هذاك الوقت كانت دخلت يعني كاينه دخلت ميريكان في مدينه اشفي، ودخلت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه، وكان يعني وقع عليهم يعني مشاكل يعني في التمويل ديال المشاريع، في التمويل ديال يعني الاستثمار في البلاد يعني في المغرب. اذا كانت داخل حرب، اذا حبسوا كاع هذوك لي شونتي اللي كانوا يعني التاشرونات اللي كانوا خدامين حبسوهم. اذا هنا جات هذه الكلمه ديال بين الجمعه وثلاث السكه حبسات اوريتات، اللي قلنا روايه من الروايات الثلاثه اللي كاينين. هنا كيبقى الانسان يعني ياخذهم بثلاثه ويشوف اللي اقرب للحقيقه وللاحداث. هذا بالنسبه لنا احنا، ماشي بالنسبه للانسان اللي متتبع، انه ماشي مشكل، لانه التاويلات والفرضيات هما يعني واردين وكاينين، مادام انه ما كاينش وثائق اللي كتجزم واحد الحاجه وكتلغي واحد الحاجه اخرى. يعني هو اللي كاين يعني في الكلام ديال العيطه وفي النص، انه كان وجدوا الشجره ولا الحبه ديال بين الجمعه والثلاث السكه حبسات وريتات ولا حبسات وريتات، كلقاو حبه يتيمه يعني حبه معزوله، يعني ما كاينش حاجه قبل، ما كاينش حاجه من وراها اللي كتعزز لنا الكلام اللي تقال. هنا فاش يعني العنوان هو كيبقى يعني بعيد على النص، وهنا المؤلف ولا الناظم هو اشار الى حدث
كان طرف خلال هذيك الفترة اللي وقع فيها يعني هذاك وقع فيها هذاك العرس، ولا اللي وقع فيها هذاك المشكل اللي وقع للعائلات، كما تشير الرواية بأنه هو هي عيطت بين جمعة وثلاث. هي قصة ديال الإنسان، ديال عائلة كبيرة، واحد بغى يتزوج وحدة ما كتبش، تخاصموا العائلات بجوج، تخاصموا العائلات بجوج، وهنايا كيتخاصم هو مع والديه، وكيتخاصم مع أصحابه، وكيتخاصم مع الأهل ديالو، وكيمشي للأسفل. هاد العيطه اللي هي الكلام ديالها الاساسي هو هذاك الزواج اللي ما كملش، ولكن بما ان العيطه ما عندهاش غير موضوع واحد، هنا غادي نلقاو كذلك كلام يعني متنوع، وكلام مغاير للقصه اللي كانت طرات ليه، وممكن كذلك انه كان كيتغنى بها في هذاك الوقت، لان هذيك الساعه العيطه معروفه والعيطه كتقال، ممكن يكون هو كان يغنيهم شخصيا، كما قلنا ملي كيكون في باب الديوانه، طايح في باب الديوانه، انه كيغني هاد الحبات، وتحسبوا عليه وداروا في هاد العيطه اللي هي قلنا سبب من اسباب ديال القصه ديالو، هي اللي تحطت هاد، علاش تحطت هاد العيطه. بالنسبه العيطة كما قلنا ديال الجمعة والثلاث، زيادة على هذا هي ماشي عيطة يعني مستقلة بذاتها، هي كتعاود على هاد القصة ديال هاد السيد اللي كان بغى يتزوج، حسب النص اللي مذكور فيه الأسماء، عائشة وخدوج. عائشة هنا القصة كتقول عائشة بنت المكي عينك عذبوني، يعني هنا كان بغى يتزوج يعني عائشة بنت المكي، اللي يقال ولا يروى انه كان من اعيان ديال قبيلة من قبائل عبلة. كما قلنا كنلقاو كلام مهجوج يعني من عيوط اخرى، وخصوصا من عيطة الحسبة واللفاء ومن الرادوني، الى انه يعني مركب ومقاد وموسيقيا يعني في واحد يعني قالب موسيقي يعني متميز وجديد، وفيه النغمة وفيه الطرب. ما غاديش نذكر يعني النص كامل اشنو اللي تقال فيه واشنو، لانه كما قلنا في نصوص العيطه فهي نصوص مختلفه، كتختلف من شيخ لشيخ، وكتختلف من منطقه لمنطقه حسب الحفظ، ولهذا غادي ندخلوا غير في بعض الحبات اللي كيقولوهم كلشي، بعض الحبات اللي ضروريين كيكونوا في هذه العيطه، الا ما قلتيهمش يعني راه قلتي العيطه ناقصه. هنا غادي نبداو، وكما قلت لكم ديما نشوف الورقه باش ما نغلطش في شي حبه، لانه ممكن واحد يسمعها غلط يبقى غادي بها غلط. هنا بالنسبه للعيطه، انه كتبدا بسبحان العالي اللي صورك ودارك في بالي، خفتك تبليني تمشي وتخليني، مشيت نقاجي لا من ردني كل شيء كرهني. كاين تاني قبل ما كيدخلوا في العيطة يعني المقدمة أو لا كما كنقولوا العصابة، عائشة وخدوج هما بجوج كي الخيل بلا سروج، عائشة بنت المكي عينيك عذبوني. وهنا كيبقى مازال الحبات مازال يعني في العصابة، حتى كيدخلوا بين الجمعة، حتى كتطبع العيطة كيدخلوا بين الجمعة والثلاث، تما حبسات وريتات. هنا كما قلنا القصة ديال
السيد اللي كان باغي يدير عرس وتخاصموا ليه العائله وتخاصموا ليه كل شيء، هنا كيبدا في النص تلقاو يعني مثلا مشيت نقازي لا من ردني كل شيء كرهني، هذاك يعني بانه هو تخاصم مع كل شيء وحتى واحد ما تلا بغاه يريح، زيد في حالات زيد فين ما بغيتي تزيد زيد. ركبت على عبده بانت لي القبه ضمانها بوكدرا قبه شريفي فيها الدبوح ديما، هنا كي يعني تي تغنى بسيدي بارك يعني ثلاث بوكدرا. ملي غادي يمشي ملي غادي يمشي الاسفي وكما قلنا وغادي يخدم غادي يخدم غادي يبقى ديما في بالو غادي ديك الصوره ديال ديك العاشقه ديالو ما كتحيدش وكيمشي كيبقى يفكر بزاف وكيبقى يدي ويجي في الطريق يعني كما كنقولوا بالدارجه. هنا كان العايده كتقول نوضو نوضو عاونوا خوكم طريق سكران في باب الديوانه السنسله والمكانه وبين راسي فيانا. هنا كيبان بانه هو ما بقاش قاد يستحمل يعني تيبقى يعني ما بقاش صابر داك الصبر اللي فيه ما بقاش. نوضو نوضو عاونوا خوكم طايح سكران يعني كما قلنا في باب الديوانه، قلنا انه الديوانه تما يعني فين كاين غادي يكون يعني خدام ولا كيجي ينعس تما ولا عنده شي محل قريب ليه تما. المهم السنسله والمكانه يعني راه هنا كنشيروا على ديك السنسله اللي كتكون ديك المكانه تحل لها هكا باش تشوف الوقت. وبين راسي فيانا نسبة إلى سيفيا الإسبانية، المدينة سيفيا ديال الإسبانية سيفيا، يعني سيفيانا يعني راه من سيفيا. هنا كيبدا يتشكى يعني دخلوا الرهوط في رفاقتنا الله يدهيهم. هنا كي 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 هاد 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 الحبة كترجع بينا يعني الأسباب الاسباب اللي خلات هذوك جوج عائلات يتخاصموا وكيتشكى كذلك وكيجبد يعني دوك الناس اللي كانوا خاصمهم. وكتقول هنا في النص سير من كان الاسباب خاصمتيني مع امي وزتيني حتى بويا انا نتخاصم مع العائله كامله. تلقاو ثاني الهوا خيلو مسرجو وسرطو على الطابه. هنا كتشوف يعني الحبه كيفاش طالعه يعني راه فيها يعني فيها شوق يعني شوق بحال كما قال في العيطه في الاول عايشه وخدوج هما بجوج كي الخيل بلا سروج، يعني التشبيه بالجمال ديال العود ملي يكون يعني بلا سرج بلا 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 حتى شي حاجه ويكون عود جيد. كنلقاو تاني في يعني جمال تاني في 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 في, في الحبة. محال يريبو دوك الحيوط يبان المربوط، محال يريبو دوك الجبال يبان الغزال. هنا كيعطي اللحن وكيعطي العيطة واحد الجمالية زينة بزاف. هنايا غادي نعاود نزيدو واحد الحبة لأنها كتكون هي ضرورية من بين الحبات. يا الغادي صغيرة جيب لي حمالة زيتية للدبوح. هنا يعني غادي صغيرة راه باينة حمالة هي هو داك السمار اللي كانوا كيديرو العيالات ملي يكونوا يعني باغيين يقفضوا على لوك التحتيه ديالها ولا القفطان ولا اسميتو ملي كيبغيو يشتغلوا ولا يبغيو شي حاجه كيقفضوا الكمام ديالهم. هذاك هو الشمار اللي كيدوز داك الشمار اللي كيدوز من هنايا باش كيشدوا الكمام ديالهم ديال كما قلنا ديال اللبس اللي لابسه يعني تحتيه ولا شي حاجه بهذا الشكل. وكيقولوا كذلك المهم بالنسبه للذبوح هنا في اشاره يعني الذبوح الذبيحه كما كنقولوا في
عند فكرة اللي كدار في الزوايا وعنده في السادات، ولكن كنظن لا علاقة يعني ما بيناش يعني مزيان. وهنا كاين تفسير اخر انه الدبوح يعني راه ديك الدبحة ديال الكمانجل اللي كدير فيها الحنين، واحد الصوت يعني واحد الصوت حنين يعني واحد هذيك الخيوط ديالها ولا شي حاجه من اللي كاين من سميتو، تيعطي واحد النغمه، تيعطي واحد النغمه قويه ونغمه حنينه. و يعني راه بلا ما نكملوا يعني النص كامل لانه خصو الوقت وخص باش نذكر كاع كل شيء تقريبا الحبات ولا شيء، ونكتفي ديما ب يعني ديك بين 15 20 دقيقه يعني في الفيديو. والكلام راه كثير ماشي كثير وماشي ساهل، يعني خصك في كل حاجه تقلب على تفسير اللي يكون شويه يعني على الاقل يكون مقبول. والى فيديو قادم ان شاء الله، وخليناكم بالسلامه. السلام. Thank you.